منذ أن اشتعلت الحرب في غزة انقسم الرأي العام العالمي بين مؤيد ومعارض لطرفي الصراع، ولم يكن معسكر الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي بمعزل، حيث يستعد النواب لمعارك حول 6 مشاريع لقوانين متعلقة بإسرائيل. فقد نقل موقع أكسيوس الأمريكي وجود ضغوط كبيرة من جماعة جي ستريت الليبرالية وانتقادات حادة من الديمقراطيين التقدميين ضد جو بايدن واستجابته للحرب في غزة المنحازة لإسرائيل على حد وصفهم. ومن أبرز هؤلاء كانت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب، وهي أول امرأة فلسطينية أمريكية في الكونغرس. وفي الأسبوع الماضي صوت 9 نواب ديمقراطيين ضد قرار يدين حماس ويدعم إسرائيل، وهو ما أثار النزاعات داخل الحزب والتراشق بين نوابه على منصات التواصل.